ها ايه رايك بقى؟ يا جنة فكري بيه. صباح الخير يا حلوين. البوتيك نور يا فكري بيه. دقيقة واحدة اجيب لك حاجة ساعة واجي على طول. على اقل من مهلك. مش ناوية تبطلي تقول؟ وانت مش ناوي تبطل شقاوة؟ دلال دي سعيدة في حياتك؟ طبعا. كدابة. سالم ابن حلال بيحبني. جوزك غبي واخواته أغبى بيرفصوا النعمة برجليهم. ليه مش عايزين يبيعوا؟ عشان لو باعوا مش هيبقوا أصحاب ملك. ما هم هياخدوا 100,000 جنيه. أيوة بس الملك هو اللي عامل لهم قيمة ما بين الناس، وبعدين برضه هي حاجة مضمونة للزمن. أنت عارفة إن كلامك مظبوط. أي ليه لا حقهم؟ طب أنا بدل ما أشتري منهم الأرض أخليهم يشاركوني بقيمة الأرض بالنسبة للمشروع. أيوة هيبقى لهم نسبة في رأس المال وطبعا نسبة في الأرباح. يعني نبقى أغنية؟ هيبقى معاكي فلوس تحتاري تصرفيها ازاي؟ انا لسه مستنية زيارتك. وهتفضل مستنية فكري بيه لاني مش هاجي. هنشوف.